ولا شك أيها الإخوة أنكم سلكتم طريقا يجمع بين العلم والتعليم، فينبغي علينا أن نجتهد في هذا الباب، والعمر قصير، الدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل، والذي لكل واحد منا من قليلها قليل، وقد مضى منه ما مضى والله أعلم متى ينقضي. وقد رأيتم العام الماضي كان أحد إخواننا الدعاة معكم في الدورة يشارك ويسجل أيضا في المشاركات في الإذاعة والتلفاز، فمات وهو يسجل، وكان يقرأ قول الله عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون، فمات عندها، رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله أن تكون خاتمة حسنة. لكن قصدي أن أقول إن الموت لا يعرف شابا، إذا حضر الأجل خرجت الروح، فعلينا أن نبادر وأن نجتهد وأن نثابر. وأوصيكم أحبتي بالحضور والاهتمام، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن لزم الوسادة حرم منازل السادة.